نساء شعبان، مدرب نادي بوديس وور جيم. موضوع اليوم عن الترهلات اللي تصير بسبب نقص الوزن السريع. طبعا أنا انطيت كورس غذاء بالفيديو السابق انه شلون واحد ينزل وزنه بسرعة، بس طبعا اكو ناس كلش وزنها عالي فمتنزل بسرعة راح يصير عنده ترهلات بالجلد، وطبعا هذا الشيء ما حلو. فإذا كانت الترهلات قوية الحل لازم عملية، مستحيل اكو علاج ثاني. إذا كانت الترهلات بمستوى وسط فإلها علاج، وإذا كانت قليلة أهم إلها علاج، بس من تكون قوية بشكل بشع هذه مستحيل تروح إلا بعملية تجميل، ما بها مجال. الترهلات البسيطة والمتوسطة، البسيطة خلينا نحكي عليها هسه سهلة، شلون راح نقدر نوخرها؟ إلها طرق تستخدموها وراح تنجح وياكم أكيد ومجربة. طبعا أول شيء التشميس، تشوفون مكان بشمس تشمسون نفسكم تسمرون، لا تخافون من البشرة السمراء بعدين يرجع طبيعي، بس أهم شيء إحنا نريد نعالج هذه الترهلات اللي صايبة بالجلد. طبعا إحنا قلنا الترهلات بسيطة مو ترهلات قوية. التشميس تتناولون السمك فد مرتين بالأسبوع أو ثلاث مرات بالأسبوع كلش ممتاز، يساعد على شد الجلد. السبح بمي بارد كل يوم، مي بارد. إذا كانت أنتوا مثلا الدوش مالتكم ما بي مي بارد، إذا عندك بانيو تسبح مي بارد، تخلي فد كم قطعة ثلج ويكون المي شوية بارد وقاسي عليك، كل يوم تنزل بي تسبح راح يساعدك حيل على شد الجلد، وفالشي جربوه كلش ممتاز راح يشد الجلد مالتك وراح يتغير. المساج طبعا كلش مهم، تسوون المساج تسبحون بالمي البارد، التشميس والتناول الدهون الصحية مثل السمك كلش مفيد، خصوصا يعني الأوميجا 3 هي اللي تساعد على هم شد الجلد وتخلي الجلد مالتكم يصير بشكل أحلى، وتخلصون الترهلات البسيطة. الترهلات المتوسطة، الترهلات المتوسطة لها طريقتين، تحاول إذا كانت الترهل مالتك تستخدم الطريقة الأول مثل ما قلنا التشميس والمي البارد وغيرها، أو الطريقة الثانية أنه أنت ترجع تسمن شوية بحيث يشد الجلد يزيد الفات عندك، وتبلش تنزل شوي شوي من الوزن مالك، ما تنزل بشكل سريع. النزول الوزن بشكل سريع يسبب عندك ترهلات. إذا أنت ما عندك مشكلة تريد تسوي عملية نزل الوزن بسرعة، خلي الدهون خلي الجلد مالك يترهل وسوي عملية، طبعا عادي مو فشي خطر. إذا كانت ترهلات مالتك متوسطة فقلت لك هذه الطريقة تقدر تسمن نفسك شوية، إذا أنت غلطان بالدايت مالك أو ندمت أنه أنت نزلت وزنك بهاي الطريقة فأرجع اسمن مثل قبل وبلش نزل. مثلا بالأسبوع أحسب وزنك فتكيل وين تنزل بس ويا مع التشميس التناول الدهون الصحية والسبح بالمي البارد راح يتعالج عندك بهاي الطريقة ويا النزول شوي شوي تدريجي، تصرف بهاي الطريقة تستخدم هذه الطرق وأكيد 100% راح تستفاد. النزول السريع زين لبعض الناس ومو زين لبعض الناس، إذا كنت متمكن وما عندك تخاف إنه تسوي عملية خلاص نزل بسرعة وسوي عملية ورتب جسمك. إذا كنت تخاف من العملية فأنصح الجميع إنه يكون النزول مالتكم بطيء حتى تستفادون ويشكل الجسم مالكم يكون أحلى وما تخسرون فلوس هواية على عمليات التجميل. هذه الفقرة كلش مهمة، الأغلبية يحاولون ينزلون وزن بسرعة بس بالأخير راح يتندمون. الأفضل أنه خليها خلال سنة، لأنه أنت مجمع الفات مالتك خلال 10 سنوات تريد تنزلها بثلاثة أشهر أربعة أشهر يعني هذه جريمة. تقدر تنزلها خلال سنة كاملة كل شهر مثلا 4 كيلوات، تخلي كل شهر 4 كيلوات تنزل، بس ما تنزل أكثر من هيك، فكل أسبوع كيلو تحسب كيلو كيلو تحسب النزول مالتك وهي هذه المال التشميس والمي البارد والمساج وتناول الدهون الصحية فد مرتين أسبوع، طبعا مو كل يوم حتى ما يمنع عندك حرق الدهون أو يدخل كالوري عالي، لأنه هي هم تعتبر من الكالوري الدهون الصحية، يعني من داخل تأكل سمك هم يعتبر أنت قاعد تدخل كالوري عالي، بس أنه دهون صحية تساعدك على شد الجلد. لا تنسون هذه نصائح بسيطة على مود الترهل والنزول السريع مو حل، الأفضل أنه أنت تخلي جسمك رياضي، يعني أنت تارك هذه السنين الرياضة كلها وتجي فجأة تريد تنزل وزنك، يا خليك رياضي، خلي الرياضة روتين بحياتك حتى تستفاد وتكون عندك لياقة وتكون نشط، غير انه انت راح ترتب جسمك بالاخير، بس خلي دائما هدفك انه يكون جسمك نشط
واللياقة مالتك عالية حتى تكون إنسان صحي ومثل ما يقولون العقل السليم في الجسم السليم. أخوكم كابتن سعد الشعبان، إن شاء الله تكون استفادت من هذا الفيديو. تابعوا الفيديوهات الجاية وتابعوا صفحة مالتي، وإن شاء الله راح تستفادون من كل المعلومات. اللي عنده أي سؤال يتركه تعليق بخصوص هذا الموضوع، وإن شاء الله أنا راح أجاوب عليه على مجالي. شكرا.